السلام عليكم لوفاء، عليكم اش السلام اخبارك كيفاش بنتي؟ لاباس؟ الحمد لاباس لله بخير عليك. كلشي بخير اشنو الحمد موجوده لله. لينا في هذه الطبله الغزاله هذا اللي الجديد كتشهي؟ ديما الجديد الله وديما يعطيك صحتك، هذا الشيء ديما في كيحمق. التيك توك ديال اي حلقه. دابا جمعنا جوج حلقات حيت كنا ما جوج صورناش ديك حلقات المره، بصراحه راه جمعنا لي زارتيكل ديال ديك المره وزدنا عليهم عاوتاني حويجات اخرين مباشره من كوان تركيا البنات اللي كاين في شارع عبد المؤمن، ودائما الجديد والهميزات والمفاجاه اللي هي الهديه ديال الحلقه اللي غادي تبقاو ان شاء الله تعالى كل اسبوع في لامارك 15. هذه اللي حمقتني انا وهبلاتني، دونك خليكم معنا البنات الى نهايه الحلقه باش نتعرفوا ان شاء الله تعالى على شنو هي الهديه وكيفاش غادي تحصلوا عليها دائما مع وفاء ومع ايوب الراجي. مرحبا بكم. دونك غادي نبداو وفاء على اول حلقة مع اول اختيك اللي هو هذا الشوفاج. هذا ايه شوفاج. ايوا دابا قلنا تغطى ودفى. ايوا دفى دابا دفى ديال بصح ليهم باش الله يعطيك الصحه. عندنا هذا الشوفاج هذا سي براتيك صغيور وغزال، لاماك ما ياخذش لك لاسباس. فيه الفيتاس ايوة واحد جوج. بلاتي يا وفاء وغادي نركز على لامارك 15 اللي خدات هذا البنات هي من الفائزين. يعني انت راه قلنا الديبار من 50 درهم والفوق. الله يعطيك الصحه. قلت لك هانتي هذا ما عندناش دابا هنايا البريز باش نجربوا الناس. ماشي مشكل. هذا كتقدري اما تشعلي لتحت بوحديتو، تشعلي الفوق بوحديتو، ولا تشعليهم بجوج دقه واحده. الله يعطيك الصحه. يعني هنا فين كتحقق الفيتاس ديالو على حساب إيه. على حساب البلاصه اللي انت فيها، يعني واش تسخن فيه بزاف ولا تشعل. يعني بطبيعه الحال شقي لها بنادم. كيخرج الحمام. بطبيعه الحال ولكن غير هو ما كيكون بعيد على الضوء. يطفيو. سي فري بصح. اون فوا يخرجو كتسخنيه وكتخرجيه، ولكن سي براتيك. وباش نزيدك عاوتاني باش زوين هاد الشوفاج هذا في سيكوريتي، دونك الا شعلتي وخليتي طاي او خليتي زعما واقف داز شي حد في الدراري الصغار مثلا وجا فيه طيحو، اون فوا كيطيح كيطفى كيبقى شاعل، يعني ما يحرقش لك ديك الطابي ولا اي حاجه طاح عليك. صح كيكون عندنا ما كيحرقها لك ما والو، بسبب هاد اللعيبه هادي اللي كاينه هنايا هاد البوطونه هادي هي اللي كتحكم فيه. الا طاح حيت كيكون كليكي وهو شاعل، اون فوا كيطيح كتكيتفى. يعني اللي عندها دراري صغار ما تخافش، ما تخافش عليهم وما تخافش على الناس، تخليه شاعل وتخرج، يعني ما تخافش عليه. تبارك الله عليك. وكيوت حتى في الستيل ديالو زويون، يعني وفيه وفيه اللوينات، ما فيهش غير البيض. عندك البيض والكري. اوكي. كيلعب لك حتى على حساب شنو يعني البلاصه اللي غتحطي فيها، زعما اللون اللي غادي يواتي لك ديك البلاصه. والثمن يا وفاء بطبيعه الحال الثمن غادي يصدم الجميع، هذا من 150 درهم دابا 80 درهم. 80 درهم غربحوا يعني معاها سارعوا الحظ، ولكن كما كنقول راه الكميه قليله بالنسبه للناس اللي كيقولوا لينا بانهم كيجيو ما كيلقاوش. قسما بالله راه كتسالي مسكينه دابا، اقسم بالله راه دابا يقدروا يعني الكليانت اللي كياخذوا هما يجاوبوا بشبارك الله شحال كيديروا. بصح راه الكميه ما كنتحكموش فيها حنا، راه ستوك اللي كيكون عندنا كنزلوه كامل في المحل. الله يعطيك الصحه يعني باش حيت حنا ما عندنا لا ديبو لا والو، كله كيهبط للمحل. ايمن في لاكام ديال كنز. وبطبيعه الحال هذه المره هذه الكويت كور ديالنا هو البرمد النحاس. كتحمق يا وفاء. هذه بطبيعه الحال هذه راه ما نقولش لك الناس اللي خدامين بالنحاس راه يعني كملت اليوم لاكام. تنكملوا لاكام الحقه وطريقه. من بدينا شنو درنا؟ درنا لونسون تاع العطريه، درنا المقارج، دابا البريمات، والعقوبه ان شاء الله الكوكو. درنا لي مارميت الكويميلات درناهم. بطبيعه الحال كاملين. هانتي كتخدميها كامله كبيره. اييه. هاي صغيره. كتخدميها بريمه. تبارك الله عليك. وكيف ما شتي لاسباس ديالها بين شي الدوره ديال الكسكاس هنايا هنايا جات بلا وهنايا بومبي. دونك هنايا ما غاديش تحتاجي القفاز نهائيا، كتحكم وكتلصق. يعني هاد الدوره ديالها جايه مواتي على الفيه، من هنا ما كاينش زعما كاين ما كاينش منين غيخرج ليها. والديدات ديالها كيوت والغطا ديالها ماشي زاج البنات ديال اينوكس ونحاس من برا. يعني هادي بالنسبه للناس اللي كي اللي ما كيبغيوش يحكوا. بصح وانا ما كيحكوش. دونك هذا اللي كتبغي الجيكس بصح تخدم كوزين تاع بالنحاس، حيت غادي يمشي لها يمشي لها غير هنايا الا طبعات، وكمام هذه ما غطبعش حيت هاي الفلاك ديالها كاينه البنات هاي غليظه وثقيله. لي تراج سيترو هادي سيترو هاد لاكام كامله باديه بحال شكل الكرانيت اللي دوزنا ديك السيمانات اللي فاتت، فيها 6 8 12 14 16. اييه هذا هو لاكام. والثمن على الغزاله هادي من 350 درهم دابا 250 درهم، ناقصه 100 درهم البنات. بطبيعه الحال ديما وسارعوا ومعاها الكادو. ومعاها الكادو ما تنساوش الكادو ديال كل سيمانه اللي غادي تربحوا على حساب المشتريات ديالكم منين كتبدا ان شاء الله. وغادي تفوزوا بالبريمات ضروري. غادي ندوزوا ل 8 اترو وغادي نشوفوا البنات هذه البرمه هذه حتى هي عندها نفس الكاليتي نفس الجوده نفس العبار الغطايه كسكاس وهذه كبيره شويه. والثمن ديالها حتى هي
هذه من 450 درهم دابا 300 درهم. واو ناقصه 150 درهم. غادي ندوزو دابا ل 12 الاترو، هذه ما فيهاش 10. لا ما فيهاش 10، انا كان بادي من 12 دونك غير 8 10 ما فيهاش. حتى هي كما قلنا نفس الميزه، جوده عاليه لا مارك كينز اللي كنا بغينا بصراحه تبقى دائما هي الجوده رقم واحد. ودائما كناكدوا على كما قلنا لي ديدات ديالها شحال كيوت وغزالين وثقيله دقيق. لا وحتى هي نحاس كما الاولى، والثمن اكيد تيختلف لان عادي اكبر. هذه دابا دايره 350 درهم. واو 350 درهم 12 لتر. 12 لتر 350 درهم. غادي ندوزو لبنات 14 لتر، وتبارك الله هذه لا فامي رويال، هذه العائله الكامله العائله الملكيه كلها. شرا غاده تبارك الله ما شاء الله. هاد 14 لتر دابا دايره 400 درهم. اثمنه حصريه هذه دائما درهم. من كوان تركي بغينا نخدموا شي حاجه ديال المراه المغربيه الغزاله والفنه. شنو هاد لاكام الغزاله ديال كان ديناها بالكود كور، وغنساليوها بواحد الكود كور اخر اللي هو الفران. وديما يعني ما اكتفيناش غير بالنوع الاول اللي جبنا، ديما اييه هذا هو النوع الاول. يعني اي حاجه كنسمعوها يلاه كيف نزلات كنخطفوها. كاين جديد اذا طبيعه الحال. هاد لا مارك هادي راه يلاه بانت في السوق، ودائما نفس لا مارك دائما كاين. حتى هي فيها المسابقه البنات بطبيعه الحال. راه تاخذي فرانه هادي راه من فرانك راكي تسني عجانه. وعجني وطيبيه. شوفي كيفاش مخدوم البياسات ديالو كيفاش مجموعين، زعما هو نعمه الفران. هذا حرشه اي حاجه بغيتيها. كاينه هاد لاطا كاري مربع، كاينه المربع وكاينه الدايره. ما بغيناش نحلوها داكوغ ضروري غادي نقلبو. غير الباسبور ديالو، هذا غير الكتالوج ديالو. عنده باسبور بطبيعه الحال. صافي اذا جاي في الطياره. هذا مسكين. هانتي عندنا هاد شوفي الخدمه ديال هذا السميتو ديال الحديد ديالو كيف دايره. انا شعلت لا لامب باش تشوفوا. ضويت الله يضوي علينا. عندنا هاي البوله، كاينه الفلفاله هاي البولا. عندنا ها هما زاجة دوبلي شقيله مع راساتها. عندنا هنايا طومبيراتور، هذه راه فيكس ما كتقلعش. هذه هاد البوطون راه فيكس ما كتقلعش. ها انت شتي كيف دايره. ها انت كتسالي كتطقطق سمعي سمعي الطق. عرفتي ما كلتيك واش دات. عندك هنايا على حساب العبار ديالك شنو الحراره شنو غادي طيبي. هاد البوطونه الثانيه هي اللي كتخدم لك الفرفاله، كتخدم لك الطياب، التوقيت، البوله. يعني هي هاد الاولى هادي اللي كتحكم في الفران. وهنايا على حساب الريكلاج ديال لا تومبيراتور اكسيتيرا، يعني هادشي الاخر هذا التوقيت وهذه يعني الفران ديال بصح وصافي بطبيعه الحال. يعني شامل ومشمول. كيفاش مشي معايا ها لاكام ديالو هاد الفران. هذا راه غنشوف لك العبار ديالو. هذا راه كي 555 لتر. 55 لتر 55 لتر. ها هي في 1400 واط 55 لتر. فيه البوله، فيه الفويون لومينو، الفانتيلاتور فاسيل لانيتواي دغيا الزاجه. و هاد الكنز هذا 55 متر داير دابا 700 درهم. دونك البنات هاد الفران كيدير 14000 ريال، وهذه هميزه. يجيب لك هميزه البنات هميزه. انا باغاتي لان الثمن ديالو اكبر واكثر اكيد. التشكيل ديالو كيفاش داير؟ انيق جدا وانيق. على السيده يعني بلا ما تحط فيه شي حاجه، يعني ها هو عاطيك كولور ما كيتقشر ما والو. سهل في النتواياج ديالو. هاد الفران ثاني ديال هاد لا مارك هادي راه جاب لينا جوج طايات 55 لتر. اييه هو هذا شنا دابا ديال 700 درهم، وهذا حتى هو تقريبا فيه نفس لي زوبورتينيتي ديالو. هذا غير الحجم مختلف على هذا. هذا 55 لتر وهذا 70 لتر. 70 لتر هذا 70 لتر. حتى هو عنده لاطا مدوره وعنده لاطا كاغي كوفاء بطبيعه الحال. اييه هذا راه من 1900 درهم دابا 950 درهم. 950 درهم يعني 19000 ريال. باقي ما تحطش في السوق باقي كاع. باقي هذه نوفيل كوليكسيون. لاكام يلاه خرجات، يعني هذه مخيره. البوطوناج ديالها فيك ما كيتقلعوش. بحال الاول بحال الثاني. ونسيت الكارونتي ديالهم.
راه هاد لا مارك هاد الشركه هادي راه زادت عطاتكم عام ونص ديال الكارونتي. يعني طرالك لي طرالك هاد لا مارك هادي راه عطاكم الكارونتي ديال عام ونص. ما نساوش الدين ديالنا، ما نساوش الاصل ديالنا اللي هو الفرالو. هذا راه زعما ما نقولكش، هذا راه انا شايفاه الناس ديالنا، انا شايفاه والله العظيم. اول ما خرج الفرفاره خرج بهذا، انت اصلا خيط هذاك صغير راه ديالو، ولكن انا شفت الدراري كانوا كيطيبوا هذا الحوت في رمضان زعما خطير صراحه. الناس وداك الشيء يعني راه هذا شامل مشمول، هذا سولوا عليه الناس وجبناه لكم، يعني هو ما قلنا عليه احنا جبناه وعاود جبناه. ثلاثة لاطات دايرين تاع البيتزا، الرولو تاع الدجاج، البانسو باش كتجيب دير لاطات، دجاجة دوبل، الفرفارة والبولا وكارونتي عام ونص. حتى هو داخل في الكارونتي. بطبيعة الحال مع خوتك. والثمن ديالو واقف؟ باقي هذا دابا داير 900 درهم. 900 دونك غادي نعاودو ناكدو لهم على الأثمنة. هذا شحال كيهز وفاء؟ هذا باقي محتفظين ليه بثمن الصول ديالو. حتى هو جو بونس يمكن 70 لتر ياك؟ هذا 70 لتر. دونك هذا 900 درهم. ديالو ديال الصول 900 درهم. هذا واخا جبناه بقى كذلك على حساب الكليان ديالنا خليناه بميم بخي 900 درهم. هذا 950 درهم والاول 700 درهم. الله يعطيك الصحه. وبصراحه هادو هما الهميزات ديال اليوم. القريعات شحال كيحمقوا يا وفاء؟ طبيعه الحال عشية القريعات كيهنيوك زعما وكيريحوك ودائما لاقام ديال النحاس. طبيعه الحال حنا راه غنتبعوكم تنكملوا لكم. الله يعطيك الصحه. ويلي شحال كيوت هاد الروبيني، شحال كيحمق اوبن كلوز فيها اش كاع ما عندكش من الناس تخافي يعني طا. وما يصدم والو، شوفوا جليده بالبلاستيك لداخل. بطبيعه الحال الوغ غادي شنو يدير فيهم وفاء؟ بطبيعه الحال العصير، الماء، المناسبات ديالنا، يعني اي صحيح. حاجه غير تكون سائله اكيد، يعني ماشي معقده. الا كانت معقده مع الروبيني ما غاداش تبغي تفرق لكم. ما تبغيش تبغي. انا نقول لكم من هنا يعني غير السوائل وسهل في الفتح والغلق. يعني ما عندهاش من الناس تخاف. والسيبوره ديالهم شتي تقدري هاد السيبوره هادي تستعملها لحوايج اخرين مثلا. تقدري مثلا عندك شي بونبونيير في الدار، شي فاز بومبي، تعاودي تخشيها فيه تعمريه بالوريدات وهذا، وهي رابحه سيبوره وقريعه بالنسبه للناس اللي كيحطوهاش ديما في الدار. صح في البوطاجي بصح تقدر هذه تخليها في كوزينه هكا واقفه، يعني راه واقفه على البوطاجي، وهذه راه تقدر تخدمها لحوايج اخرين ديما جوج في واحد. وهذه شتا لاحظت وفاء، هذه اللي فيها وحده كاين شي دجاج ديالها سامبل من هنا، فيها الموتيف غير من القدام هاد الكتابه وهاد الجنيوحات. وعندنا هاد الموديل ديال جوج باش كيتميزوا على هذيك الوحيده، بحال مثلا السيده اللي داتهم هكا مع بعضياتهم دونك تعرف هذه راه ما تجيهاش هنايا، راه ديال وحده وهذه ديال جوج، حيت هادو صغار على هاد في الليتراج ديالهم. حتى الليتراج ديالهم صغار، هذه راه كتهز هذه بتحك راه السيترو. تبارك هاي الله السيترو. شوف العسل كتيجي فيها خطير السيترو. يعني هادو بالنسبه للناس اللي عندهم لي غاز، اللي عندهم هذا وكيدير شي مشروبات بحال هكا الحامض بهذا، راه تعز لهم في هذه القريعه هذه باش يبقاو تفكروها يجيو تيحمقوا. الو غادي الثمن ديالها شحال؟ هذه من 180 درهم. ايه دابا 120 درهم. 120 درهم بسيبورا غالي. وحنايا بطبيعه الحال وحنايا دابا راه دقدقنا، ماشي دقدقنا راه كتسد باحكام اكيد. غزاله اينوكس الله يعطيك الصحة تبارك الله، هادشي رائع. هذا هو كوانتيركي دائما الجودة والثمن، الثمن المتميز دائما ديال كوانتيركي. ندوزو نفس الثمن ديال هاد جوج ديال القراعين اللي كيجيو حتى هما عندهم اكيد السيبور ديالهم. ها هو شي السيبور ديالهم كيف كاين اللي كيجي واحد واحد هازهم بجوج القراعات بجوج. هما بخاتشي كثر هما دير كل وحدة فيها حاجة. والثمن ديالهم وفاء هادو من 250 درهم دابا 180 درهم. الله على تب اثمنه اثمنه الاثمنه، الفن ديال الاثمنه. الهدف من هادشي كلشي هو الدار المغربيه فوالا زبون وتكميله لاكام كلها والكوزينه المغربيه تولي كلها الوان وتولي بحال كما تنشوفوا في الافلام. فتبارك الله عليكم. غادي ندوزو دابا لواحد الارتيكل اللي كلشي كيحمق عليه وكيتسناه اكيد، واللي هو لي زارتيكل ديال 5 دراهم. شنو وجدتي لنا؟ لان حنا دابا ولفنا الزبائن. لا دابا 5 دراهم اللي جبتها هذه المره جبتها مشروكه. داكو واخا هي جبتها لكم الجموعه، يعني مرحبا بزز، يعني بزز هذه المره غتاخذ خرجناها مرحبا. عندنا هاد لاكام هادي فيها القريعات هكا عندهم الفم بالنسبه اللي بغات السيده تعملها للزيت ديرها الخل. وعندنا هاد جوج مثلا الملح الكمون. الكمون هادو هاد لاكام هادي شنو درنا لها؟ 5 دراهم القرعه.
اييه الا بغيتي هذه تقدري ديها بوحده، بغيتي هذه تشديها بوحده، بغيتي هذه ديها بوحده، يعني 5 دراهم الوحده. الا خديتي هادو بربعه كنعطيوك هاد السيبور هذا غراتوي. الله يعطيك الرضا. عندنا هاد التشكيل هذا اللي فيها جوج قرعات اللي بالفوم قلنا ديال الزيت وديال الخل، وعندنا اذا هادو كيديروا دابا 20 درهم. 20 درهم دونك هنا غيجيوك ربعه ب 20 درهم والسيبور غراتوي كادو. هادو عاوتاني ها هما فيها كاين في الالوان دائما الانسومبل هذا فيه 5 القريعات. هذا زاج ولا بلاستيك؟ الاخر زاج 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 هادو زاج، يعني ما عندهاش لنا الشخاف بالنسبه للناس هذوك العطريه المتداوله اللي كيستعملوا ديما غادي يصلح لهم، يعني ديال بلا ما يحتفظوا على داك السيبور اللي كيكون شويه غالي و والانو خازج. دونك هادو حتى مشاو، يعني تقدري تجي تاخدي قريعه اخرى ب 5 دراهم تحطها في بلاصتها، يعني بالنسبه للهرس هادي كتنفع هاد السيبورا دابا تبقى عندك في ما دير لك شي قرعه تجي تاخديها. ولو كاري حتى هو يمكن لها تاخذ وحده بالمعلقات، ها هما المعلقات هادي 5 دراهم الوحده ودابا 20 درهم 4 ب 20 درهم وال سيبورا سيبور غراتي فيهم الالوان درا كانوا بوحدهم 35 درهم بوحدهم. والالوان فيهم الالوان فيهم الالوان فيهم الاحمر فيهم الموف فيهم هذا الغوص فيهم النوار. الله يعطيك التشكيلات كاملين بثلاثه مازالين دائما في القرايد العطريه، وهاد المره العطريه كدور في دار باها كدور طبيعه الحال ديما قريعات كيحلو قريعات زاج الغطايه ديالهم راها كدور هكا، يا اما تحلها كلها يا اما تحل باش كتعمر كامله. وعندك كيفاش زعما كاين على حساب واش تعمري بزاف تخوي بزاف ولا تخوي شويه بزاف ولا تخوي شويه كدوري هاد السين هادي ايه كتولي شويه هنايا شويه فوالا وهنايا بزاف كتخوي كلشي على القدر اللي بغيتي على القدر اللي بغيتي على حساب. دونك شحال فيها من وحده؟ هنايا كاينين 6 طاج واحد فيها طاج واحد وفيها كاينه ديال جوج طيجات جوج طيجات جوج طاجات طاجات ولا طيجه اللي بغيتي وفاء فيها جوج طاجات وفيها طاج واحد اييه. هاد الطاج هادي هادي ملك ولا محفظه ولا ما محفظاش؟ لا شنقول لك ما عرفتش محفظه ملك تركي طبيعه الحال. هادي هادي من 80 درهم اييه دابا 60 درهم 60 درهم كيوت صغيوره ومحققه 60 درهم راه غير صوت ثاني راه الديبار ديالها 100 درهم داكوغ. هادو البنات كتحط هكا كتبقى تدور كتدور بزاف بلا ما تقلع العطريه اللي بغيت فنه. الا كانت مدرا لك تحمر ديرها هكا والزاج ديالها كيبين هادشي ترونسبارون يعني تعرفي شنو حاطه بلا ما تحتاجي تبقاي تحلي القرعه. وهادي دابا 60 درهم هادي 60 وهادي جوج طاجات هادي فيها 12 6 في 6 12 هادي من 150 درهم ل 90 درهم 90 درهم اللي ما فيهاش بالعطريه هذه الوقيشة اللي خصها تاخذها. ايوا العطريه جناها فاش غنطحنوها؟ طبيعة الحال حنا ديما ما كنكملوا لكم المنتوج. الله يعطيك الصحة. هذه لكل حبيب وغالي عند الوالده ديالي عند مرات خويا ماشي غير القهوة حبيبة هذه حبيبة في الدار الزعتر كلشي كلشي العطرية طحنوها سي براتيك ما كتجبديش ديك ديال الوالدة كتاخذيها كتبقاي تشوفي في الدار عندك شنو كديري كاش تخدمي القياسات اللي بغيتي. الله يعمرها دار. والاهم انها من دائما كانت حتى هي داخله هاد لامارك هادي حيت كاينين اختلافات في الـ في الـ المنتوجات بطبيعه الحال. هاد لامارك هادي ها هي طحانه القهوه ديالها حتى هي داخله في المسابقه بطبيعه الحال. داكشي علاش دابا ذكرناها على ود المسابقه على ود الناس باش يربحوا يعني من القليل يبداو. دابا 70 درهم اذا البنات لا مارك كنز 70 درهم كلشي يشري وكلشي يربح في المسابقه ديال العجانه. غادي ندوزو لهاد الباك الغزال طبيعه الحال. هاد الباك بكثره المقدار ديالو اللي ولا دابا دار سين شرافه طرافه كادو سي فغي والله العظيم. الا هاد ديالي كلها عجيب ولا هاد لونسومبل هذا راه من 150 درهم دابا 80 درهم كاملين بالكبير باش يشوفوا الباك شنو مناش متكون. عندنا هاد البلا كبير كاينين فيه الموديلات كاين اللي ايدي بيضين ومختلفين هنايا كاين فيه اللوينات غزال هذا فيه هاد الجليدات هادو باش ما يسمعش ملي تحطوه في الطبله ما يتشضربش خصوصا الا كانت الطبله زاج ما يخليش لك ما يخليش الطبعه ديالها. وعندو 6 صغيورين هما 3 3 نفس والديزاين جميل البنات غزال واحد لا كولور غريز مع الموف مع الجون موتار مع النوار طبيعه الحال سي توب بصراحه. ها هما ثلاثه ثلاثه 6 صغار وواحد كبير هي 7 80 درهم. الله اكبر الله يعطيك الصحه يا وفاء.
ايوا دابا دخلتينا في عالم الكادويات، يعني خصنا نديو الكادويات نديهم حتى للمبالاج زوين. يعني هذه تقدري تاخذيها كادو تشديه في حلقه، ما تشديش لي لومبالاج. هذه بلا ما تغطيوها حيد غير الثمن. ولكن بطبيعه الحال ما عندنا هذه الزاج ديالها سي ليون. هذه بالنسبه للناس الثامن ثامن لونسومبل ديالهم. دوري كتجي دوري كامله طبيعة الحال، يعني كيكملوا بها. هذه كتخدم الكيك، كتخدم الفواكه الجافة، كتخدم بزاف د الحوايج. وها هو لومبالاج ديالهم، الشكل ديالها انيق، تعطيك هذو غزاله. هما اللوينات اللي فيهم، فيها اللوينات فيهم، رائعة. هذه من 150 درهم، دابا 80 درهم، حتى هي 80 درهم. دونك غادي ندوزو البنات لهاد لي كوب ديال البريزونطاسيون، واللي كيبقى لكم دائما نتوما الاختيار، تحطوا فيها اللي بغيتو، تبريزونطو فيها اللي بغيتو. كيفاش ديال معايره كبيره، هادي غادي نسميوها دوزام، حيت فيها هاد السين هذا بحال ديال دوزام. برجل هادي ترونسفورم، الشكل ديالها رائع، الشي النقش ديالها كيف فنه وكبير. راه البنات غنشدها لكم هكذا بزاف، وكتبقى مجموعه، يعني الا حطيتي فيها ما تخافيش يطيح، يعني راه جامعه لك كلشي، كيبقى حتى في الديكور عارفه. الفورمه ديالها غزاله، هي كبيبره، زاجها داير كيلمع عاطي العين، يعني هاكا ملي كتحط في الطبله كضوي. هذه من 180 درهم، دابا 130 درهم، 2600 ريال. خير نزيدو ندوزو البنات، هذا ما تبصيل ما حيت عندو رجيلات، دونك ما نجيش نسميوه تبصيل، ما عرفتش شنو نسميه بصراحه. تا هو ديال الزاج ولكن عنده رجيلات. ولا لاحظتي معايا بالنسبه للسيده اللي دات ديك الكوب، تقدر تخدم معاه تبغي حيت قام وحده. هذا كيجي بلان تحطو مثلا هكا الحليوات، وهذاك تعمرو بالفاكهه، تعمرو باش ما بغاش. ايوا كيجي اسورتي معاه، سي جولي، كيجي في الطبله. وتا هو كيفاش شفتو معايا كيلون نفس الرشمه مويان، ولكن هادو بالنسبه للعرايض، بالنسبه للمناسبات، بالنسبه بزاف الحوايج. تا هو يتصلح في الرقه، ديسير اللي بغيتي بطبيعه الحال، تخدمي لاي حاجه، ما محددش شنو بالضبط اللي تحط فيه. والثمن ديالو هذا من 150 درهم، دابا 90 درهم. وها هو لومبالاج ديالو 18 ريال، واكيد نفس لومبالاج ديال بريزونطابل. فوالا، مازال دائما البنات الزاج ترونسبارون. غادي ندوزو لهاد البلاطويات ديال الضيافه، اكيد ديال الكرم والجود المغاربه. الوغ هنا الزاج ترونسبارون بطبيعه الحال، هذا راه يتخدم كلهم ارجونتي ولا فيهم الدوري والارجونتي؟ لا شوف شوف، عندهم لون واحد، ما فيهمش لوينات. اليوم الحلقه البنات كلها ديكورات، كاين تشكيلات مختلفين، كاين كاري وكاين لون. فوالا، كاين هذا البنات اللي كيجي هكا كاري، الجديدات ديالهم اييه، يعني راه تقول ما كيبانش لك، يعني معطين عاطي كل ديكور، ما كاينش شي زعما كاين رائع. وهنا كله دائما تقدر تخدم حتى هكا الحلوه، يتخدم الاتاي مع كويسات صغار، دير فيه حتى الصالي داك الشيء البيتزا، وهذا يجي غزال بزاف بزاف. دونك كاين هذاك ديالو اللي عندهم رجيلات باش عاطين، يعني كاين هذا اللي باش كتبان هاد النقيشه هادي، وي سي جولي غزال، برجيلات باش تبان لكم هاد النقشه اللي كاينه هنا، كتبان ديجا ملي كتحطها كاس الحبلة باش كيبقى عاطيك، خصوصا ملي كيجي هكا في الكواح حتى بجوج، عطا واحد لاكام رائعه بطبيعة الحال. الوغ هادو هادو من 250 درهم، دابا 200 درهم، يعني موديل بجوج، يعني الكاري والدايم بحال بحال بجوجهم 200 200 درهم. الله يعطيك الصحة 4000 ريال. غادي نبقاو دائما في الضياف يا لالا بطبيعة الحال، شياكة احنا كان ميكس والضيافة. عندنا هاد الفراقة هادي، هادو ما فيهمش الدوغي وفاء، لا غير الارجونتي لي بلاطو البنات، غير الارجونتي. وهاد الفراقة هادي حتى هي فيها غير الدوغي، فيها غير الدوغي. عندنا هاد شوف شوف شوف، كلها محجره والوريدات وفيها الحجيرات، هاد الحجيرات هما كيتقلعوش، وكما قلت الناس اللي عندهم الحجر يدوزو عليه، يدوزو عليه الصباغه كتبقاو كيبقاو في بلايصهم. شتي كيف دايره، فيها الوريدات، فيها الدويورات، شتي الشكيل ديالها وبرجيلات هي، يعني ما تخافيش منها مفيكسيه، ما عندكش بقى غاده هزه خدامه بها بحال فراقه. فيها اربعه كتحمق دايره بحال بحال هذه، يمكن لك تخدميها هكا الحلاوي، تخدميها هي حتى الفواكه حيت كتعطيك التقسيم، يعني كتحطي في كل حاجه في بلاصه بلا ما تحتاجي الطبايصلات بزاف. ديجا هي محطوطه بوحدها ديكور، دونك هذه شامله لكل شيء، في عوض ما تحطي الطباصل بزاف راه هذه غتحطيها راه عاطيه منظر، وفي نفس الوقت حاطه لك كاع داكشي اللي بغيتي تحطي. هذه راه من 350 درهم، دابا 250 درهم. واو، دائما الكميه محدوده، فوزوا
فوزوا قبل انا فات كميه البنات قسما بالله راه زعما اللي كافي راه موجود دابا. ايوا يا لاله خصنا غير نعود واحنا مبخرين ناضيين وتبخير جماعيه وكبيره هما ويا يا البنات يعني ما تحتاجيش الوغ هادو مبخرات شي انت هادي في الظلام راه تبارك الله مشعشعه بهاد الحجيرات والضو اللي فيها مضويه بوحدها شتي كيفاش مخدومه هنا من فيهم جوج شكيلات طبيعه الحال كاين هاد الشكيل هذا اللي كتجيبهم بها هذا عالي مجموع وهذا من هنايا داير هابط يعطيك الصحه الغليقات راهم عندهم مختلفين فنان الوغ هادو شحال الثمن ديالهم واش فيهم ارجونتي ولا كلهم دوغي لا غير فيهم غير هاد اللون هذا اييه كلهم دو هكا دوغي الثمن ديالهم بحال بحال الثمن 280 درهم دابا 110 درهم دابا 110 درهم الله يعطيك الصحه اتمنى صراحه كيبان لك دابا كيبان بحال شاعلين وكيعطيو كيبانوا بحال دوك لي لون بحال دوك الاباجورات يعني فنين فنين هاد العربه المتنقله صراحه شي كبير فن فن وجمع لنا كل شيء يعني راه قلنا لك ما غادي نخطاو الكليان حتى نكملوا معاه شوف كتمشى الكوزينه ب ها نتوما البنات لاكام كامله هنايا وهاد لاكام هادي راه ما فيهاش غير فيها الارجونتي اللوينات بجوج لارجونتي والدوغي دونك ها هو لارجونتي فين هو الدوغي ها هو الدوغي البنات الله يعطيك الصحه الوغ اللي يعني فيها هكا النحاسي والاينوكس وهانتي واينوكس يعني راه شوفي الغلايق ديالهم كيف دايرين يعني عندي بحال حافظين غزاله البنات وما كيوقع لها حتى حاجه غير انا عندي غير جويجه نتوما دابا سهلتوا علينا درتوا لنا اربعه لا هادو دابا مجموعه هادي بالنسبه لداك الشيء اللي كنستعملوا ديما راه بالنسبه لي هاد لاكام هادي راه جمع لي كل شيء بلا ما نحتاج نقلب يا وفاء واش غنقول لك برعتينا برعتونا كوانتور كيف صراحه هادي شوف 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 هذا ديديكاس لخالتي حسنه اللي كتسول على المقراش يدو حمراء ها هي لك موديل جديد ها الحمر نقول لك تفرجي ها الملون ها الكحل يعني العاشقات اللون الابيض والاسود على حسب لي كويزين اللي عندكم لا هي كتسول على مقراج احمر انا غنلوح ليها هذا باش تشوف واش هو هذا وهذا راه احسن من هذاك اللي كنتي تقلبي عليه هذا شوفي هذا راه خصك تاخذيه راه واخا تكوني باغا ولا ما واش في الالوان في البلاصه هكذا غتسمعي الربح خصك تاخذيه البنات راه لا ما كاين كاين زي البنات كتعطيك الاختيار انا مزوقه ربحوا وتكونش اوبليغاتوار دونك هذا لا مارك كاين هو داخل في المسابقه بطبيعه الحال لي ديده ديالو فيها الالوان وفاء بطبيعه الحال هذاك الشيء قلت لها هذا احمر بغاتو الله يعطيك الصحه هذا كيلمينك اه تبارك الله شوف ها الزرق ها الموف ها الاحمر الله يعطيك الصحه الطريقه ديال الفتح ديالو شي زويقه اللي فيه شوف الغلاقه كيف دايره يعني هذا راه هو مبهج لك الكوزينه شوفي غتولي تشهيت عمري اتي جوج مرات بطبيعه الحال باش نوض القبضه ديال ايدو سيليكون الناس اللي كتخاف من الانوكس بانه كيسخن هذا راه ما كيسخنش هذا راه تيدخل الفران كاع تيطرى ليه والو هاو السيليكون كتشكلي كينايا كيتشحل ترديه من هنايا سيغ بلاص حسن زربان وبطبيعة الحال ما نساوش العندليب راه تيصفر ايه راه تيصغر الله يرضي عليه والثمن ديالو يا وفاء بطبيعة الحال الثمن ديالو راه جد خيالي هذا من 200 درهم دابا 140 درهم 140 درهم البنات واللي تخرج ديالو شحال وفاء 3 يترو ودائما لا مارك اللي فيها المسابقه يا البنات بطبيعه الحال 2800 ريال في جميع الالوان غادي ندوزو لهذا اللي قالت وفاء 300 درهم يا لاله خلعتيني ملي قلتي 300 درهم هادشي 300 درهم راه دابا يجاوبوك خوالاتي مع شبك رانا غادي خارج ما شاء الله مرحبا دابا يجاوبوك راه بانهم راه ديجا شافوها بعينيهم راه قلت لهم علاش ولكن راه الصراحه يستاهل صح هذا الشيء كرانيت هذا كرانيت هذاك وعاد هذا من هنا هو هذا 3 يترو وهنا محلو سيليكون يعني ما تخافش من يديه يعني بعيد لك الاسباس بين يعني هذا انتك هاي ما بقاش داك المقراج ولكن كتبقى ناس اذواق واو ما عاطينك منين تدي باش شحال طبيعه الحال عندي بالاسمر عاطينك منين تهزي الغلاقه كبير وترضيع حتى هو 3 يترو ولكن تيبان كبير كيبان هذا عاطي العين حيت عالي هاو وفي لوينات ولكن ماشي كنز لا مارك ايطالي هاد ماركة ماشي كنز كيهز البنات حتى هو 3 يترو 3 يترو والثمن ديالو هذا من 300 درهم واو راه الديبار ديالو قولي 350 درهم
140 درهم. 140 درهم وفي اللوينات بحالو بحال الاخر ياك وفاء في اللوينات طبيعه الحال في النواغ والنواغ والبلون والبوردو بوردو. ايوا غادي ندوز لهاد الكيوت الملون هذا هذا ديال الانتاك الدار وداك الشيء هذا اللوينات غزال كيجي مع كاع كاع داكشي عندك في الكوزينه هذا باسبارتو هذا مسكين هذا ديال ولكن مبيضة كيف كان في دوك البراج ديال زمان زمان الاصيل هذا صناعة تقليدية حتى شمن صناعة تقليدية الله يهديك وفاء زعما دابا دوزنا خوتو وجي حقرنا على هذا لا بالعكس هذا كيعطي واحد الله كيبهج الكوزينه بالعكس السيد ديالو زوين وعنده الناس الذواقه ديالو هذا كيبغي المحافظه اكيد يعني تدي وديري في عويناتك هذا تخدمي به ولكن تحطيه ما يتزادش من بلاصتو تخافي غير على الطيحان يتهرس حيت هذا بديع البديع الناس بديع يدو بديع الا طاحو تمشي ليه الذواقه تمشي الذواقه سي فغي الا تشاورا اصلا مشات الدقه ما بقى لك علاش دونك جوج ونص جوج ونص في الوينات وفاء في شكيلات والوينات عندنا في تشكيلات لي موتيف مغيرين في شكيلات والوينات والخرافات متعدين والثمن ديالو بحالو تا هو زويون بحال هاد الشكيل هذا طبيعه الحال هذا راه من 150 درهم 90 درهم الله اكبر الله يعطيك الخير انا ديما نقول لكم انا ما بغيتوش ديوني الحال كنبقى نقولوا الكود كوغ راه ماشي غير برامي راه هي الصدمه الكبيره ديال هاد الكويسات هادو ايوا ضروري ملي عمرنا اسي خصنا نشربوا ما راه ما مكتوباش في لومبالاج ولكن حتى هما راه نفس لا مارك ديال كين الله هاد الكويسات هادو راه فيهم لارجونتي فيهم الدوغي وفيهم اللوينات هنا كتكون لارجونتي هذا دابا دوغي غير هاد الزواقه هادي فيهم الارجونتي وسامبل من التحت بالنسبه للناس اللي كيدير الشربات هاي الصغيره الفيمها هو صغيور حد البلاط يعني ما مغرقش حنا ما كنزيدش عندنا كيسان الغارقين هاد لونسومبل هذا راه بطبيعه الحال رسولونا الناس اللي قبل هذا راه شهاده في بروموسيون زوينه ماشي بروموسيون زوينه راه كتقول لك ها ديني وستوكيني عندك في الدار ما غتنسي هرس اشوري انت ترسي تقولي دير بلا لباس جبد وحده اخرى هذا من 150 درهم دابا يعني هاد الفخياد راه ما سمعت اماني ما تصادفش به انا في الزنقه ما نكذبش عليك 80 درهم 12 كاس 80 درهم 12 كاس ديال الضياف ديال الفريع 80 درهم 80 درهم والنقشه ها هي يعني الثوم عزيز ها هي يعني غير هرسو اوندي غير ما كطير ما والو دوزي في الماشين غسليه بديداتك اللي بغيتي هانتي راه النقشه فيكس فيكس حرشي كتعرف بانها وي وهانتي وشتي الشكيلات ديالو كي دايرين وشوفي اللوينات وهذه هي نفس الخدمه راه غير كاينه باك ملون وباك فيه لون واحد الله يعطيك الصحه يعني الناس اللي كيعشقوا الوان هذا يتخدم دابا تا كادويات اللي سمع شي عدا العرس جي دي لاج جوج زينات ميرسي الله يلا بخير وبطبيعه الحال ملي كنحطوا هادشي ما كنساوش العصير بطبيعه الحال ها هما هاد الكويسات هادو راه ماشي هما نفس هذوك اللي كنا دوزنا في دوك الحلقات اللي فاتوا غير دابا جاتنا زواقات اخرين زادوا لنا زواقات اخرين راه فيهم مشكلات اخرين وجينا نديروهم لكم التذكير بالنسبه للناس اللي ما فازوش بهم راه عاودوا جاوا وجاوا بشكلات اخرين شحال فيهم الباك بطبيعه الحال هادو ست الكيسان غزال تفهم هما كبار ديال العصير هادو راه ماشي دات شاي وعيد للعصير هادو 60 درهم هادو 60 راه باقيين ميم بخي دونك 60 درهم 6 بحال 5 درهم لا باي راه الباك ديالهم الكليانات غيعرفوهم الباك ديالهم ها هو الباك ديالهم وبغيت نذكر بالنسبه للناس ديال الجمله راه هاد الكويسات هادو يصلحوا لكم الجمله راه فيهم الكونتيتي كاينه صافي باش ما نقولوش 80 درهم راه عندك الفرصه فين ديريهم ب 100 وب 150 درهم حيت ديجا هما دايرين الثمن نوعيه شوفي كيفاش كيبان بطبيعه الحال ويا الناس غادي ندوز لكم دابا الفران والشهيوات و بطبيعه الحال شنو كي غاطان شنو كي دجاج وكاع اللي بغيتو بحال اي حاجه حمار وخشي فران الله يعطيك الصحه عندنا هاد لي فوغاكس هادو راهم فيهم احجام فيهم الغيكتو فيهم الكاري فيهم الغون فيهم كبار وصغار فيهم لونسون ديال 3 بياس و 2 بياس ها هما كاين هذا فيه جوج هذا جوج كاين هذا ثلاثه ها هو غون اييه هذا ثلاثه كاين هذا اللي بلا هنا في واحد كاين هذا الصغيور هذا اللي كيقدروا الناس يديو معاهم مثلا اللي كيطيب في خدمتها نقدر ندي هذا ونصوب فيه الغداء ديالي ونحشي فران يعني الكبير ديال واحد كاين هذاك الكبير وكاين هذا الكاغي هذا هادو ديال الفران هادو كلهم فران وثلاجه من وفاء هذا من 20 درهم دابا 15 درهم 15 درهم اييه نورمالمون كان عندنا في الديبار ب 25 درهم ولا ب 20 ومن بعد 15 دابا 15 عندنا حاليا 15 هادو هادو باش نبينو لهم الفرق هادو ديال واحد اللي فيهم هادو نورمالمون كان 90 درهم
هذا بوحد يشوف كان 90 درهم. اييه. دابا عندنا هذا ب 65 درهم. 65 درهم. البون والكاغي، هادو بجوج بيهم ديال واحد 65 درهم. لابيس. هذا اللي فيه جوج وفاء. هادو ديال جوج من 100 درهم دابا 80 درهم. 80 درهم يعني 600 ريال. هذا كبير وهذا صغيور. اييه. ما حشاش نحل باش ما تضيعش هاد الكياسة للناس. اييه. ها هما. 1600 ريال كبير والصغار جوج 1600 ريال صغير والكبير 80 درهم. وبالنسبه لهذا اللي فيه ثلاثه، هذا الثلاثه راه كيقدر يتحل بين الناس. اه في غير الباك يقدر يتحل شويه الفريطينه من الفوق باش يشوفوا حتى الحجم. ها هو الاول، ها المويان، وها الكبير. هذا راه بحال ثلاثه في واحد. زوينين هذو، كينفعوا حتى لو كانت عندك العراضه وهذا كاش خدمي تقدري تخدمي فيها كل شيء وتدفعي الفلوس. اوكي حتى البريزونطاسيون راه كتبريزونطا فيهم يعني ما تحتاجيش يعني جوج حاجات. اه بطبيعه الحال نقدر نحطها بهذا المول ديالها. هادو من 180 درهم دابا 120 درهم. واو. لو غادي ندوزو لهاد الديكوراسيون الهبال. كندير المزيان مع الكليين، انا غير سمعت التنقنيقه بشحال غيولي وبعت منهم. التنقنيقه زوينه هادي. كنعطيهم الحلقه. الله يعطيك الصحة. نعم. شوفوا على باك شحال كيحمق. شوفوا البنات كيفاش كيجيو. الشاش ديالهم غليظ. عندنا ثلاثة، وحدة كبيرة، وحدة موين، وهذا هو الصغير. ها هو الألوان ديالو، فيهم الألوان وفيهم الشكيلات. دونك فيهم الوينات، هذا هو اللي وريتكم دابا، هاد التركواز. وهذا اللي عندنا. فيهم هاد الشكيلات. وها هما الشكيلات الآخرين، كاين عدد في المحل هذا حتى هو. كما قلنا لكم البنات هذا كيكون جوج تلوينات دائما جوج الوان بحال هكا. عندنا هاد التشكيل هذا في المحل وعندنا هذا ورينا الزرق. هاد التركواز فيه زرق ولا تركواز وهذا. هاد الانسومبل هذا راه فيه ثلاثة البياسات. هادو تيجي صغير موين والكبير. موين الكبير دوغي والتركواز. هاد لونسومبل هذا من 250 درهم دابا 200 درهم. 4000 ريال البنات. وزعما كتعيط عليك على لابس الصالون ديالو لونطخي ديال الدار غزال. دابا بحال بالليل كيعطيو كل الوان. شوفي دابا كيفاش كيلمعوا ومازال ما كيشطوا بزاف يعني كيضوي ولا في الظلام. الوغ دابا غنمشيو عاوتاني لامارك الاناقه والجمال. هادو راه كيحتاجوهم حتى لي مامون اللي كيكونوا والدين ماشي غير في الحال ديما في الكوزين. اه الماء كيحافظ الماء صراحه كينفع خصوصا دابا مع البرد. واش كلهم ماخ كنز ولا لا؟ بطبيعه الحال لا، غير هذا الموديل هذا. اذا انا كنركز ديما نمشي ديريكت للحاجه اللي فيها المسابقه. هذا ماركه البنات بوحدها ما دخلش المسابقه. هذا حتى هو ما دخلش المسابقه ولكن كلهم كاليتي زوينه. هذا ايطالي هوم وهذه لا ماخ كنز مشهوره ديالنا. الوغ غنبداو بكنز. طبعا فيها البوردو كلهم هاد اللون. اينوكس. ايه ها هي البريز ديالها اينوكس البنات اللي ما كيصديش ديما. طبعا الحال اي حاجه راه ديال الماء وديال الماكله هذه هذه كتبقى فوق البوطاجيل كلشي. هاد لونسومبل هذا عدد الاستعمال البويا. شوف لك الوينات اللي فيه راه فيه شاد الوين شحال زوين. تخوا كولور ودائما كيكون كوشي اللي غادي تهزو نتوما تيكون كوشي بحال هذا في الكرونا. كوشاو لنا الكرونا جوج اترو. ايه جوج اترو 1500 واط. اييه لي دوني اللي كتهم الكليان جوج اترو 1500 واط. هما اللوينات ثلاثه اللي فيه ودائما نفس لا مارك يعني اللي ما عندهاش المقراج ها هو المقراج اللي غيجيب لها الجائزه. تجي تسارع الحظ. هاد لونسومبل هذا دابا من 150 درهم دابا 100 درهم. وكلهم بحال بحال؟ لا هادو بوحديتهم. اداكوغ دونك 150 درهم كنز. هذا من 150 دابا 100. 100 درهم. غادي ندوزو لهاد لا مارك الثانيه. تبعت الحال هاد لا مارك هادي ايطالي هوم. شي كي دايره هادي بلاستيك او اينوت من داخل دائما هي باش كتعرفي بانها خدامه خدام ولا ماشي خدام. في جوج الوان هذا والاخر. في جوج الوينات هاد الغوز بيبي ميل صومو والبلو سيال. اييه هاد لونسومبل هذا من 190 درهم دابا 110 دراهم. 110 يعني 2200 البنات بحال شويبي بحال الصومو. غير جوج الوينات اللي في هاد لونسومبل هذا. انا غادي ندوزو البنات لي تيرموس. بطبيعه الحال من الصغيره حتى الكبيره. دونك فيها اربعه ديال هاد لاكام هادي كتشمل اربعه ديال الترموسات وباللوينات. عطاك ها هو اللون اللي طحنا فيه دابا. فيهم اللوينات بطبيعه الحال ايطالي هوم
الناس ديال الخدمه ديال والله الا عمليين جدا. الدراري الصغار كتصيفطهم مدرسه بلا فطور، البنات اللي كيخدموا الحليب اتاي اللي كيقراو اللي عندهم بريباراسيون دو لي كور وكيبغيو يديو معاهم ياكلو مكيسعفهم شي حد. هادو هادي راه تقدري من هنايا تشربي منها، تشتاجي في الكاس. داكوغ زوينه تشربي منها. قلتي لي هادو تبعو قبل ما تحطو. بطبيعة الحال عرفتي راه كيسولو عليهم الناس بزاف، ولكن انا مبغيتش نعطيهم ليهم تشا نعطيهم الثمن ديال الصولد. في عوض ما غاتاخدها ب 50 70 هذا راه سمعتي دابا شنو غيكون في الثمن. وهذا تقدرو تخدمو كويس، تقدرو تخدمو غلاقه على حساب الناس، و يعني كميه اللي كيستغلو في الشريب. هادي شحال لي طراج ديالها؟ هادي فيها 350 ملل. فيهم الاينوكس وفيهم الوينات. بطبيعة الحال هاد الانوكس ديالهم اللي عطاك اللون فيهم الوينات. دونك هاد الصغيرة الثمن ديالها 40 درهم. 40 درهم 350 مليلتر 300 وبالبوشيطة ديالها وافا. بطبيعة الحال يعني بالنسبة للدراري الصغار كتسالي تعاودي ترديها غزالة تغسليها تسقطريها تمسح مزيان وترجع. وفيها أكيد أحجام أخرى. دابا غندوزو ل 500 مليلتر يعني نص لترو. تا هي خرجنا في نفس اللون بطبيعة الحال بالضبط. هاد 500 مليلتر الثمن ديالها كانوا غاديين بالتتابع 350 دايره 40 درهم و500 دايره 50 درهم. 50 درهم البنات نسيطرو. غادي ندوزو 750 مليلتر. 750 مليلتر دايره 60 درهم. 60 درهم وباقي عندنا إترو اللي هي 1000 مليلتر. 1000 مليلتر دايره شحال؟ 1000 مليلتر دايره 70 درهم. الله يعطيك الصحة. دونك قلنا الأثمنة كاملين 40 من 40 حتى 70 درهم. وفاء ختامها مسك. بطبيعة الحال هذه المرة ما ختمناش غير بالمسك الذاتي. بغينا نخدموا شي حاجة للمرأة المغربية الغزالة والفنة. شنو هاد لاكام الغزالة ديال كان؟ ديناها بالكود كور وغنساليوها بواحد الكود كور آخر اللي هو ديال الفران. وديما يعني ما اكتفيناش غير بالنوع الأول اللي جبنا، ديما إيه هذا هو النوع الأول. أي حاجة كنسمعوها يلاه كيف نزلات كنخطفوها. كاين جديد إذا بطبيعة الحال هاد لامارك هادي راه يلاه بانت في السوق ودائما نفس لامارك. دائما كاين حتى هي في المسابقه البنات. تابعة الحال راه تاخذي فرانه هادي راه من فرانك راكي تسناي عجانه. عجني وطيبي شوفي كيفاش مخدوم البياسات ديالو كيفاش مجموعين زعما هو نعمه الفران. راه حرشه اي حاجه لاطا كاين هاد لاطا كاري مربع كاين المربع كاين الدايره. ما بغيناش نحلوها داكوغ ضروري غادي نقلبو. الباسبور ديالو هذا غير الكتالوج ديالو. عنده باسبور بطبيعه الحال. صافي اذا جاي في الطياره هذا مسكين. هانتي عندنا هاد شوفي الخدمه ديال هذا السميتو ديال الحديد ديالو كيف دايره. انا شعلت لا لامب باش تشوفوا ضويت. الله يضوي علينا. عندنا هاي البوله كاينه الفلفاله ها هي البولا. عندنا ها هما زاجة دوبلي شقيلة مع راساتها. عندنا هنايا طومبيراتور هادي راه فيكس ما كتقلعش. هادي هاد البوطون راه فيكس ما كتقلعش. هانتي شتي كيف دايرة. هانتي كتسالي كتطقطق كتسمعي سمعي الطق عرفتي ما كلتيك واش داج. عندك هنايا على حساب العبار ديالك شنو الحراره شنو غديري. هاد البطونه الثانيه هي اللي كتخدم لك الفرفاله كتخدم لك الثياب التوقيت البوله يعني شي. هي هاد الاولى هادي اللي كتحكم في الفران. وهنايا على حساب الريكلاج ديال لا تومبيراتور اكسيتيرا يعني هادشي الاخر هذا التوقيت وهذه يعني الفران ديال بصح وصافي بطبيعه الحال يعني شامل ومشمول. كيف ما شفتي معايا ها لاكام ديالو هاد الفران. هذا راه غنشوف لك العبار ديالو. هذا راه كي 555 لتر طغدو 55 لتر. اكدوا لي على المسابقه ان اي حاجه خديتوها من هاد لامارك ديال كان دونك سواء خديتو الفران او لا خديتو اي حاجه واخا يكون الثمن ديالها قليل ولا كثير دائما المسابقه مازال قائمه في كاع المنتوجات ديال كان. وفاء شنو هاد القرعه؟ هاد القرعه هادي راه عشي منين كنجري كنجيب. مشات كتجري قالت لي بلاتي نعطيك واحد هذا ديديكاس غنسموها القرعه ديال وفاء. دونك هادي الزاج هاد القرعه هادي عشي شحال فيها بروموسيون زوينه داكشي علاش مشيتي تجري تجيبيها؟ اش ردها؟ كنتي انت وفاء بطبيعه الحال.
اذا البنات القرعه ديال وفاء كتجي مربعه هكا غزالها دجاجها داير غليظ غليظ وكيبين راه تبان لكم هكا رخصه غير تغسل حيت جابتها من واحد البلاصه من الحاره دفنوا دونك الثمن ديالها 10 دراهم ديال كاس من وفاء هذه قرعه وفاء هذه هي منكم لكاع الناس الفنات خوالات وفاء منهم انا وبن ولدات كاملين لالا اختك وفاء وشكرا لك على الطويبله الغزاله الفنه اللي كتحمق وكما كنعرفوا دائما الميزات ديال الكوانتيغ كيما عمرها غادي تسالها شكرا لك وفاء شكرا لكاع الناس اللي كيتابعونا شكرا للفنات ديالنا اللي كيديروا لنا دائما لايك والبارطاج وكيتابوناو مازال اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ديما البنات ميمور ميم اندرو سيغ ما شين كنحماق عليكم باي باي.